وانتهت أيام التحنيط السبعون، فجاء الرجال مرة أخرى واستخرجوا الجثة من الحوض وأدرجوها في الأكفان، وأتوا بالتابوت وقد زانوا غطاءه بصورة جميلة لتوتي الشاب، ووضعوا فيه الجثة، ثم رفعوه إلى أعناقهم وساروا به إلى الخارج. فتلقاه المشيعون من الأهل والجيران بالعويل واللطم، وعاد النواح كأفظى مما كان يوم النعي، وذهبوا إلى شاطئ النيل، وهبطوا إلى سفينة كبيرة أقلعت بهم صوب مدينة الأبدية على الشاطئ الغربي، والتفوا بالتابوت يصوتون وينوحون. قالت أمي: لا جف لي دمع ولا اطمأن لي قلب من بعدك يا توتي. وصاحت زوجي: لماذا قضي علي بأن أعيش بعدك يا زوجي؟ وقال حاجب الأمير: توتي أيها الكاتب المجيد، لقد تركت مكانك شاغرا، ولبثت أنظر بهاتين العينين اللتين تنكرتا لماضيهما، وكأن سببا لم يصلني بهذه الدنيا ولا بهؤلاء الناس. ورست السفينة إلى الشاطئ، فرفعوا التابوت مرة أخرى ومضوا به إلى المقبرة التي أنفقت في تشييدها جل ثروتي، وأحلوه موضعه من الحجرة. وفي أثناء ذلك كان جماعة من الكهنة يتلون بعض الآيات من كتاب الموتى، يلقنونني التعاليم الهادية من أقوم سبيل، ثم جعلوا ينسحبون تباعا حتى خلى القبر، ولم يعد يسمع من شيء إلا العويل الآتي من بعيد. وأغلقت الأبواب وهيلت عليها الرمال، فانقطعت كل صلة بين العالم الذي ودعت والدنيا التي أستقبل. ملاحظة: هنا انقطعت الكتابة في المخطوط الهيروغليفي، ولعل فترة الانتظار التي أشار إليها الكاتب في أول كتابته كانت قد انتهت، ولعل رحلته الأبدية كانت قد بدأت، فشغل بها عن قلمه المحبوب وعن كل شيء. وعندما أتى المساء جاء الرجال وحملوا الجثة إلى بيت التحنيط، والصراخ يطبق علينا، ووضعوها على السرير بالحجرة المقدسة. وكانت الحجرة مستطيلة ذات اتساع كبير، وليس بها من نافذة إلا قوة تتوسط السقف. وفي الصدر قام السرير، على الجانبين رفعت رفوف رصت عليها أدوات الكيمياء، وفي الوسط تحت القوة حوض كبير مليء بالسائل العجيب. وخرج الرجال فلم يبق إلا رجلان، وكان الرجلان حكيمين من المشهود لهما في فنهما، فأخذا في عملهما دون إبطاء. وقد جاء أحدهما بطست ووضعه على كثب من السرير، وتعاونا معا على تجريد الجثة من ملابسها حتى بدت عارية لا يحجبها شيء. فعلى ذلك في هدوء وعدم اكتراث. ثم قال الذي جاء بالطست وهو يغمز عضلات صدري وذراعي، كان رجلا قويا، انظر. فقال الآخر: كان توتي من رجال الأمير، يؤكله ويشاربه، وفضلا عن ذلك فقد خاض غمار الحروب. فقال الذي جاء بالطست متحسرا: لو أن الأجسام تعار. فأجابه الآخر ضاحكا: أيها العجوز، ما جدوى جسد ميت؟ فقال وهو يهز رأسه، وكان قويا حقا. فقال الآخر ضاحكا وهو يتناول خنجرا طويلا حادا من أحد الرفوف: فلتختبر قوته. وطعن الجانب الأيسر فيما يلي الصدر بخنجره حتى غاب نصله وشقه حتى أعلى الفخذ، وأعمل في الداخل يده بمهارة ودربة،
ثم استخرج الأمعاء والمعدة وأودعهما الطست وقفاهما بالقلب والكبد، فسرعان ما رأيت باطني جميعا. ولم يستغرق ذلك إلا دقائق معدودة، فالرجال من مهرة المحنطين الذين أتقنوا عملهم أيما إتقان، ورحت أنظر إلى باطني بعناية، وبخاصة إلى معدتي التي عرفت بقوتها ونشاطها. ولم يحل غلافها دون رؤية ما بداخلها بفضل تلك القوة السحرية التي اكتسبها بصري، فرأيت فيها مضغ الإوزة والتين وبقايا النبيذ التي تناولتها على مائدة الأمير مساء الأمس. وذكرت قوله حين عزم علي بالطعام: كل يا توتي واشرب وتمتع بالحياة أيها الرجل الأمين. رأيت وذكرت دون أن يعروني أي أثر أو انفعال، ودون أن يزايلني عدم الاكتراث العجيب. ثم حولت بصري إلى قلبي فرأيت عالما حافلا بالعجائب. رأيت بشغافة آثار الحب، رأيت بشغافة آثار الحب والحزن والسرور والغضب، وصور الأحبة والرفاق والأعداء. وقد ترك الهيام بالمجد به فجوة عمقها ما خط من معارك في بلاد زاهي والنوبة، ولاحت على رقعته مشاهد مروعة لميادين القتال. وأجزاء ملتهبة دامية من أثر ذلك الطمع العنيف الذي بعثني للكفاح بلا رحمة، حتى ضممت إلى أرض أسرتي قطعة أرض تجاورها نازعني عليها جار بضع سنين. رأيت فيه جل حياتي وما عانيت من الأهواء. أما الرجل فمضى في عمله يحدوه الهدوء والمران، فأتى بكلاب دقيق وأولجه في أنفي باحتراس حتى تمكن من هدفه، ثم وجهه بدراية وعنف وجذبه بسرعة، فسال مخي الكبير من منخري مادة رخوة تذرو في الهواء ما تجمع فيها من لوامع الفكر ولآل الآمال ودخان الأحلام. هذه أفكاري منقوشة أمام عيني. وانتهت أيام التحنيط السبعون، فجاء الرجال مرة أخرى واستخرجوا الجثة من الحوض وأدرجوها في الأكفان، وأتوا بالتابوت وقد زانوا غطاءه بصورة جميلة لتوتي الشاب، ووضعوا فيه الجثة، ثم رفعوه إلى أعناقهم وساروا به إلى الخارج، فتلقاه المشيعون من الأهل والجيران بالعويل واللطم، وعاد النواح كأفظى مما كان يوم النعي، وذهبوا إلى شاطئ النيل، وهبطوا إلى سفينة كبيرة أقلعت بهم صوب مدينة الأبدية على الشاطئ الغربي، والتفوا بالتابوت يصوتون وينوحون. قالت أمي: لا جف لي دمع ولا اطمأن لي قلب من بعدك يا توتي. وصاحت زوجي: لماذا قضي علي بأن أعيش بعدك يا زوجي؟ وقال حاجب الأمير: توتي أيها الكاتب المجيد، لقد تركت مكانك شاغرا. ولبثت أنظر بهاتين العينين اللتين تنكرتا لماضيهما، وكأن سببا لم يصلني بهذه الدنيا ولا بهؤلاء الناس. ورست السفينة إلى الشاطئ فرفعوا التابوت مرة أخرى ومضوا به إلى المقبرة التي أنفقت في تشييدها جل ثروتي، وأحلوه موضعه من الحجرة. وفي أثناء ذلك كان جماعة من الكهنة يتلون بعض الآيات من كتاب الموتى، يلقنونني التعاليم الهادية من أقوم سبيل، ثم جعلوا ينسحبون تباعا حتى خلى القبر ولم يعد يسمع من شيء إلا العويل الآتي من بعيد.
وأغلقت الأبواب وهيلت عليها الرمال، فانقطعت كل صلة بين العالم الذي ودعت والدنيا التي أستقبل. ملاحظة: هنا انقطعت الكتابة في المخطوط الهيروغليفي، ولعل فترة الانتظار التي أشار إليها الكاتب في أول كتابته كانت قد انتهت، ولعل رحلته الأبدية كانت قد بدأت، فشغل بها عن قلمه المحبوب وعن كل شيء.